أهلا بكم في العرض على الميل وتقاطع واي. هذا العرض لن يقوم بتعليمكم كيفية إيجاد الميل وتقاطع واي، لكن أتمنى أنه سيعطيكم انطباعا جيدا حول الميل وتقاطع واي. وسنقوم بعمل مختلف قليلا هذه المرة بعكس ما نفعله عادة. سوف نذهب إلى موقع خان أكاديمي الإلكتروني و نستخدم مثال تمثيل الخط لنحصل على الفكرة حول ما يعنيه الميل وتقاطع واي. عندما بدأ التطبيق فقد بدأ بالمعادلة واي تساوي 1x + 1، وهذا نفس واي تساوي x + 1، ولأن الميل هو معامل x فإنه يساوي هنا 1. وإذا كنت ترى هنا عندما ننتقل إلى 1 سنتحرك للأعلى بمقدار 1، وأريد أن أعمل عرضا آخر عن الميل عندما يرتفع فوق البعد، الارتفاع يعني مقدار التغير في y والبعد يعني مقدار التغير في x. إذا لدينا هنا الارتفاع على البعد يساوي 1، وتقاطع y يعني مكان التقاطع على محور y. الآن كما قمت بتغيير الميل وتقاطع واي لهذا التمثيل، شاهدوا ماذا يحدث عندما ينتقل الميل من 1 إلى 3/2. إذن لاحظوا كيف أنه يصبح حادا بزيادة الميل أكثر عند واي تساوي 2x. إذا قمت بزيادته أكثر إلى 5/2 أي تساوي 2.5، كلما قمت بزيادة الميل يرتفع هذا الشيء. وفي الواقع فإن الهدف هو جعل الخط يمر خلال هاتان النقطتان الزرقاوان. حسنا، دعوني أعود إلى الوراء. y تساوي 0 ضرب x + 1، يمكن أن نعيد كتابة هذا ليصبح y تساوي 1، ولاحظوا أنه خط مستوي تماما، لا يهم ما هي قيمة x، فقيمة y هي 1، وهذا منطقي لأن المعادلة ستصبح y تساوي 1. والآن سأريكم ماذا يحدث للميل. لاحظوا أن لدينا الآن ميل سالب والميل ينحدر للأسفل، إنه ينحدر للأسفل على الميل 1/2. دعونا نفترض أن الارتفاع في هذه الحالة هو -1 والبعد هو 2، لهذا السبب نحصل على -1/2. أعتقد أنكم استوعبتم فكرة أنه كلما انحدر الميل فسوف يدفع الخط لأبعد حد، سوف ينحدر للأسفل أكثر. أنتم ترون هذا الآن في الصورة. دعونا نتجاهل الآن موضوع تقاطع الواي قليلا، حدث خطأ. حسنا، إذن الميل هو -1 لكنه يتقاطع مع المحور واي على 2. الآن إذا قمنا بزيادة تقاطع واي لمقدار إضافي 1 سوف يدفع هذا الخط للأعلى بمقدار 1. لنفعل هذا، إنه يزداد بالفعل عن طريق إدخال 1/2. دعونا نقوم بحل واحدة أخرى. أريد أن أريكم ماذا يحدث على التمثيل الآخر، هذا يعتمد على المسألة الحالية. لقد بدأنا من النقطة نفسها، دعونا نحاول إيجاد معادلة الخط الذي يمر من خلال هاتان النقطتان. حسنا، إنه يبدو كتقاطع واي، إذ كان عليه أن يكون أسفل قليلا. لقد عاد الخلل. حسنا، دعونا نرى. أعتقد أن الميل يجب أن يكون أعلى لأن هاتين النقطتين اللتين يمر الخط بهما حادتان. أعتذر عن هذا الخلل، هذا الميل الصحيح. الميل يكون هكذا وهاتين النقطتين تكونان متصلتين. أجل، أعتقد أنه الميل الصحيح، لكن تقاطع واي يجب أن يكون أخفض هنا على ما أعتقد.
أجل سنبدأ. إذن معادلة هذا الخط هي 7 على 4 إكس، 7 على 4 تساوي 71%. إذن ميل هذا الخط ينحدر بشكل أسرع من 1 على 1، ويمكنك رؤية ذلك. سأريكم كيفية إيجاد كل هذا. أريد إعطائكم القدرة لمعرفة ما هو الميل وتقاطع واي، وهو يتقاطع مع محور واي على سالب 13 على 4، إنه أكثر من سالب 3 بقليل كما تراه هنا. دعونا نرى إذا كان يمكننا حل واحد آخر. نريد أن نرى إذا كان الخط الذي نريد الحصول عليه سينتقل هكذا. يبدو أن ميل الخط الحالي مرتفع قليلا، دعوني أخفض الميل قليلا. إنه يبدو صحيحا، وهذا يعني أنه لكل 8 تتحركها إلى اليمين، يكون عليك أن تتحرك للأعلى بمقدار 7، وسأرسم ذلك بشكل أفضل في العرض الآخر. أقوم بعمل هذا العرض بسرعة، لذا أعتذر. دعونا نحرك هذا الخط للأعلى ونقوم بفعل ذلك عن طريق تقاطع واي. يمكنك أن ترى أن تحريك تقاطع واي للأعلى عبارة عن تحريك واي الخط للأعلى بشكل مستقيم، إنه لا يغير من انحدار الخط بل الميل ما يفعل ذلك. هيا نذهب. معادلة هذا الخط هي 7 على 8 إكس زائد 13 على 4. دعونا نرى، إذا انتقلنا بمقدار 8 فعلينا أن نرتفع بمقدار 7. البعد هو 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. أي سيكون هنا، ثم علينا أن نرتفع بمقدار 7، 1 2 3 4 5 6 7. هذا يقودنا إلى تلك النقاط، ونعود إلى هذا الخط مجددا. أريد رسم شيء آخر كهذا. لا تنزعجوا من ذلك، دعونا نحل واحدا آخر. حسنا، أين النقطة الأخرى؟ دعوني أرى. يبدو أن النقطة الأخرى غير موجودة. سأقوم بإصلاح كل هذا. لقد ظهرت. حسنا، على الخط أن يمر بهاتين النقطتين. يبدو أن الميل سالب، ليس بالضبط بل إن الميل كسر سالب، ويتقاطع مع محور واي في مكان ما. تقاطع واي سيكون 7 وعدد آخر، إذن دعونا نخفض الميل قليلا. هذا الشيء سيرتفع مرة أخرى. لاحظوا أن واي تساوي 0 ضرب إكس زائد 1. إذن قمنا بزيادة الميل. دعونا نضع الخط ليصبح أعلى. إنني أرفع الخط، يبدو صحيحا. حسنا، يجب أن أحصل عليه بالشكل الصحيح. حسنا، جيد هكذا. إذن الميل سالب، لأنه يمكنك أن ترى أنه ينحدر للأسفل، لكنه لا ينحدر للأسفل بهذه السرعة، وهو منطقي. إن الميل هو سالب 1 على 3، وهذا منطقي لأنه إذا ابتعدنا بمقدار 1 2 3 سنرتفع بمقدار سالب 1 إلى هنا، ولهذا السبب يكون الميل سالب 1 على 3. ثم إن تقاطع واي هو 22 على 3، وهنا نقاطع المحور واي بمقدار 1 على 3 من منتصف الطريق بين 7 و8. حسنا، أعتقد أن هذا أعطاكم القليل من الأفكار حول ماهية الميل وتقاطع واي، ويمكن تخصيص هذا العرض لك حتى تتمكن من تشغيله بنفسك. وسأقوم بعمل عروض أكثر حول حساب الميل وتقاطع واي، وأتمنى أنها ستعطيكم الأفكار لتفسيرهما. إذن أتمنى أنكم استمتعتم بهذا.
أذكر أنني كنت مستمتعا عندما تعلمته للمرة الأولى لأنه مثير للصورة الذهنية. استمتعوا بوقتكم.